السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مو حلقة، ما لها عنوان، هذه رسالة إلى المدعو سليمان الجبوري. كلكم تعرفون من سليمان الجبوري، هذا كان محامي يدافع عن رموز النظام السابق، النظام الوطني في العراق، وقام يتاجر بهذا الموضوع، واحنا ظهرنا به حلقات سابقة وبينا كثير من الأمور. في حلقة أخيرة عليه اطينا لمدة شهر انه يجي يجاوب ويدافع عن نفسه، ما اجانا اي شيء من عنده، انه يكابر او يعني شيء، ومو بس ما يجاوب علينا، ما يجاوب على كثير من الناس. وحقيقة احنا كنا متوقعين ايضا انه يجاوب، لانه هو احنا مطينا ادلة واضحة عليه دامغة واضح ان الامور انه هو شخص مدلس كذاب افاق مادي مبتز، يبتز العالم بدفع الفلوس. وظهر من خلال الحلقات بما يخص الخيانة بأسر الرئيس الراحل صدام حسين، ومن خلال حلقاته اللي كذب بيها ولفق بيها الغاية من أدها جمع فلوس، قدر يحدث فتنة بين الأطراف، سواء بين الأخوة، بين أولاد العام، بين العشائر. وظهر بيان راح نعرض لكم إياه قبل كم يوم لعشيرة البناصر والبيجات، أن يمنع أي واحد يظهر مع هذا الشخص، وإحنا نحيي هاي الخطوة بغض النظر أنه أكو ناس مسيئين، ولكن كبيان صادر من الشيخ فإحنا نحييه ونحيي هذا البيان ونحيي العشيرة على هذا الموقف. عم نوقف الناس مثل سليمان أو غيره أتحدث ليه يتجاوزون، لأنه التجاوز أصبح كبير، لازم يكون أكو رد فعل، وإحنا نحيي هذا رد الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان إلى كافة أبناء عشيرة البيجات، يمنع منعا باتا اللقاء بالمدعو سليمان الجبوري لأنه يشهر بأكاذيبه بأبناء العشيرة، ونرفض رفضا قاطعا كل ما تحدث به حول موضوع الخيانة، وكان قصده إثارة الفتنة بين أبناء العشيرة والعشائر الأخرى، وسنقاضيه عندما يحين وقتها. هذا أمر وليس رجاء، والله من وراء القصد، وشكرا. جواب سليمان على هذا الخطاب طلع ابن زياد، ابن طارق عزيز، المرحوم طارق عزيز، زياد الأخ زياد طارق عزيز، يعطي شهادة انه هو خوش زلمة وانه هو ما اخذ فلوس. زين، انت بدل ما تعطي هذا رد الفعل من عندك تطلع تعتذر، المفروض سليمان المفروض تطلع تعتذر، بس انت هاي ما تعرفها، وانت متأكد جبوري من عشيرة؟ شو أنا أشك بهذا الموضوع، لان انت لو جبوري المفروض عشيرتك تسحبك تربطك يعني وتأدبك، على مود تعرف شلون تتصرف ويا الناس، وتعرف شلون يكون عليك رد فعل من تكون انت بالباطل. هذه ملاحظة حقيقة حبينا نذكرها، وتكون هاي الحلقة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة على سليمان الجبوري، لأنه أصبح مكشوف وأصبحت أكو مواقف رد فعل ضده، وإحنا كنا هذا نريده، نوقفه عن حده. أما يبقى باليوتيوب خليه يوتيوبر وخليه يجمع له فلوس منا منا، يعيش حاله ويعيش جهاله، على فلوس حرام فلوس حلال، هاي بقت هو رب العالمين وياه. ولكن كلمة أخيرة، احذروا هذا الشخص واحذروا من امثاله اللي موجودين سواء بالساحه الاعلاميه او باليوتيوب. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله، وانتظرونا في حلقات قادمه.